أنا اسمي أمل خليفة، مواطنة فلسطينية، ابنة لأم وأب من مخيم برج البراجنة في لبنان، أصلاً من حيفا، من قرية اسمها بلد الشيخ. بنت وحيدة لأهلي، وتربيت مع 6 شباب، ومن طفولتي وأنا بدخل معسكرات، ودائماً كنت بنت وحيدة، يعني دائماً في معسكرات كتير كنت أكون فيها البنت الوحيدة بين الشباب، ودائماً وأنا بالبيت كمان البنت الوحيدة، فما كان حاجز بالنسبة لي نهائياً أنه أتعامل مع الرجل بكل مستوياته، على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني، بكل المستويات. أنا مع الرجال بعتبر حالي رجل، ومع النساء بعتبر حالي امرأة. ما بعتبر حالي أنه أنا إشي مختلف، لا بالقدرات ولا بالإمكانيات، بالعكس أنا مرات كتير بين الرجال بعتبر حالي مميزة، بعتبر حالي أقوى حتى. صحيح ما في سر معين، بقدر ما أنا بحب الرياضة من طفولتي، رغم أنه أنا نشأت بمخيم برج البراجنة اللي كان وقت عصيب كتير، وما كان في مجال لرفاهية الرياضة بقدر ما كان في أنه أنت بس بدك تحمي حالك وبدك تاكل وتشرب بسبب الحرب اللي كانت موجودة في لبنان. ولكن مجرد خروجنا من لبنان إلى العراق من خلال معلمة الرياضة الصحيح المدرسة اكتشفت في هذا الشغف بالرياضة، وبدأت مسيرتي فعلاً الرياضية من الثانوية. كنت كابتن منتخب الطائرة، كابتن منتخب اليد، كابتن منتخب السلة، بطلة المدارس العراقية كلها، يعني شمال وسط جنوب، لألعاب القوى لفترة كتير كتير طويلة. لما كبرت شوي وبطلت أقدر أجاري يعني اللياقة البدنية، بطلت أقدر أجاري زي ما كنت صغيرة بالتأكيد، صرت ألعب أكثر سباحة، تنس طاولة، هذا على المستوى المدني. الرياضات اللي هي معترف فيها على المستوى الدولي عسكرياً ورياضياً، وزي الخماسي العسكري اللي بتكون من 5 ألعاب منها الرماية، ودائماً عملية الإنزال بالنسبة لي كتير كتير ممتعة، رغم أنه الآن يعني قواتنا وأجهزتنا الأمنية كمان وفرتها للعديدين من المواطنين، حتى العديدين أنه يقدروا يمارسوها ويعملوها. فهدول اللعبتين عسكرياً أنا بحبهم كتير، الإنزال، الخماسي العسكري، الرماية، بمارسهم إلى جانب ممارسات الرياضات التانية. من مهامنا، أساس مهامنا وأساس ما يقوم عليه ما تقوم عليه الرياضة العسكرية، هي ترتيب النشاطات الرياضية بالأجهزة العسكرية والأمنية. فعملياً الموضوع مرتبط بالنسبة لي 100%، في عشقي للعسكرية وعشقي للرياضة، وكان نصيبي جميل جداً ورائع جداً وقدري جميل ورائع جداً أني أنا اشتغلت الشغلتين اللي أنا بحبهم. فالمكان اللي إحنا موجودين فيه الآن هو إعداد مدربين، إعداد لاعبين، إعداد إداريين على المستوى الرياضي العسكري، إقامة الدورات والنشاطات الرياضية العسكرية، إقامة الدورات الرياضية، مش ضروري تكون العسكرية، كل الرياضات المنضوية تحت راية اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية إحنا بنقوم فيها على المستوى الداخلي.
الصحيح بالفترة الأخيرة وخاصة بعد فترة اللي مرينا فيها فترة كورونا، لا كل البرامج تخربشت. بالبداية بالتأكيد كان في عندي برنامج دائما فيما يخص السباحة، تنس الطاولة، المشي المستمر، يعني أنا بمشي كنت على الأقل من مرتين لثلاث مرات بحدود ثلاث ساعات كل مرة. لا الأمور شوية تخربشت الآن بعد ما رجع شوية اطمئنان لقلوبنا كفلسطينيين، رجعت أعيد مرة تانية والمسابح فتحت والأندية رجعت فتحت، فلا هلأ رجعت مرة تانية نعيد ركلجة الألعاب وركلجة رغم أنه الوقت كمان كتير كتير ضيق بالنسبة لإلي، يعني كمان الشغل ماخذ من وقتي كتير، رغم أنه شغل فيما يخص الرياضة بس كمان هو شغل بالأخير في إداري وفي شغل قيادي، ولكن بالتأكيد بسبب حبي للرياضة دائما لازم ألاقي وقت أنه ألعب فيه كرة الطائرة لأن لعبتي الأساسية، رغم أنه إمكانياتي هلأ ما عادت إمكانياتي الجسمانية بالتأكيد بسبب العمر، ما عادت يعني ما كنت أقدر هلأ أقدر أعمل جمب زي أول، ما بقدر أعمل كبس زي أول، ما بقدر أوقف بلوك زي أول، ولكن المحببة على قلبي هي لعبة كرة الطائرة. فريق القوات هو أصلاً فريق متميز وأنا يعني كنت مصرة أنه نعمل فريق كرة الطائرة إلى جانب فريق كرة القدم، لأن لعبتي ولأني بفهم فيها كتير كتير منيح وبفهم بقوانينها كتير، بعكس القدم اللي اضطريت أنا أدرسها دراسة عشان أقدر أجاري الشباب فيها، فلا لعبة الطائرة أنا بشجعها جداً جداً. الرياضة هي وسيلة بتجمعنا كلنا مع بعض، ف حلو إني أشجع فريق، حلو إني أحب فريق على فريق، حلو إني أميز بقلبي فريق على فريق، ولكن التعصب السلبي أنا ضده 100%. أنا ما مستحيل أشجع مثلاً، ممكن أشجع برشلونة أكثر من مدريد، ولكن ما ممكن أسمح إنه يوصل هذا التشجيع لحد العنصرية، لحد الشتم، لحد الضرب، لحد المشاغبة إن كان جوا الملعب أو خارج الملعب. بالعموم أنا بالنسبة إلي الرياضة هي رسالة للصداقة، هي رسالة للأخوة، هي ممارسة روحية مش بس ممارسة جسدية، بتجمع الشعوب والأديان بتجمع الناس كلها مع بعضها، فمش مع التعصب نهائياً. عشان هيك مرات بتشوفني بشجع ريال مدريد، اللعبة اللي بعدها بشجع برشلونة عشان أوصل رسالة، مش بس أنا بالأخير بشجع اللعب الحلو، ما عندي فريق لا أنا متحيزة تجاهه إلا فريق القوات، بالتأكيد أنا متحيزة تجاه فريق القوات بكل أنواعهم، الألعاب القتالية، الألعاب الفردية، كرة القدم، الطائرة، لا بالنسبة لي القوات لأنهم هدول أولادي أنا، فإشي طبيعي على المستوى المحلي أتحيز تجاههم. إحنا خبرتنا القليلة عشان أكون صادقة وصريحة، خبرتنا البسيطة والقليلة بالاحتراف الكلي، وكذلك كمان خبرة أولادنا، يعني إحنا للمرة الأولى بنصعد للاحتراف رغم إن إحنا جاهدنا كتير إنه عشان نصعد للاحتراف، وهي إحنا يدوب موسم واحد وهبطنا بسبب خبراتنا مش بالمستوى المطلوب، ولاعبيننا كمان اللي هم العسكريين، وإحنا لاعبيننا 99% منهم عساكر، فكمان لاعبيننا مش ما عندهم مش خبرة الاحتراف. أنا بعتبر إنه تجربة الاحتراف هي تجربة مميزة عشان ما نضلنا نعرفش إشي أو شو عم بيصير فوق أو شو عم بيصير بالمستويات اللي إحنا بنلعب فيها، لا بالعكس جزء مني سعيد إنه إحنا رجعنا للاحتراف الجزء، لأنه كانت المتعة، يعني المتعة بالاحتراف أقل بكتير باللعب وباللعب نفسها، بصراحة المتعة بالاحتراف الجزئي باللعبة كتير أجمل من الاحتراف الكلي. الروح الرياضية قدمت لي إنه علمتني كيف أتقبل الخسارة وأنا بضحك، لأنه بالعسكرية العكس تماماً، بالعسكرية مو ممكن تخسر وتكون مبتسم. الرياضة كسرت هذا الحاجز، الرياضة دائماً بتقول لك إنه اللعب ربح وخسارة،
اللعب بروح رياضية وأخلاق عالية. الرياضة أعطتني هذه الروح وأنا تجاوزت 50 من عمري، أعطتني هاي اللياقة وأنا متجاوز 50 من عمري. الرياضة بتخليك تشعر أنه أنت لساتك شباب، لساتك عندك إشي تعطيه، عندك إشي تقدمه على المستوى الوطني وعلى المستوى الفردي والشخصي. الألعاب القتالية كلها بدون استثناء موجودة لدينا بالاتحاد العسكري، وفيها ونحن أصلاً كرياضة عسكرية نشكل جزء كتير كبير من المنتخبات الوطنية الفلسطينية بهاي الألعاب القتالية. وعليه إحنا جامعين بين تنتين، بين هدفين جميلين، هدف حب الوطن والدفاع عنه بكل ما نملك، وهدف الرياضي اللي هو الروح والأخلاق والروح الرياضية اللي بتبث المعنويات العالية، إن كان على المستوى العسكري يعني داخل الأجهزة العسكرية والأمنية، ولا إن كان إحنا كممثلين للأجهزة العسكرية والأمنية بالاتحادات المدنية. على المستوى الشخصي شاركت باسم العراق، لأنه إحنا بوقتنا كنا لساتنا موجودين بالعراق، شاركت باسم المنتخب الوطني العراقي لكرة الطائرة، لأنه كنت ألعب بنادي الرشيد، هو نادي من النادي الممتازي النادي المحترفين، وكان جزء كتير كبير منا كلاعبات منتخب من هذا النادي. على المستوى لما دخلت على الوطن بالتأكيد لا، تحولت من لاعبة لمديرة على المستوى الرياضي العسكري. أنا بشوف إنه المرأة لها دور مهم جدا 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 على المستوى الرياضي، لسبب بسيط، إنه المرأة نصف المجتمع، وإذا كان الرجل لحاله عم يلعب الرياضة معناته نصه مش عم يلعب، معناته إنه هو مش كامل. لابد أن نكون كمرأة فلسطينية وفتاة فلسطينية باستطاعتها أن تعبر عن نفسها 100% على المستوى الرياضي، وبالعكس الرياضة رح تساعدها أنه تعبر عن نفسها وتبرز شخصيتها بالطريقة الصح وبالمكان الصح. تمثيل فلسطين مش إشي كتير سهل، ولكن إشي كتير كتير جميل. لما أنا أوصل لمرحلة أنه أنا أمثل كمرأة فلسطينية، أطلع أمثل فلسطين وطني اللي قدم الشهداء واللي قدم الأسرى واللي قدم هاي التضحيات كلها، بالعكس من المهم على كل مرأة أن تبذل جهد كتير كبير إنه تكون إلها وجود وبصمة مميزة جوا الرياضة الفلسطينية.